اهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقه. نرحب بمستمعي روتانا اف ام في المملكه العربيه السعوديه عبد السويد محمد الصدعان وآل النجار ضيوف حلقه الليله. وآل، ايش تبغى تعلق على بانوراما؟ صدارة الاتحاد وصدارة حمد الله للهدافين بكل تأكيد. الاتحاد الآن يسير بخطى ثابتة مع هذا المدرب اللي استطاع إعادة صياغة الفريق الاتحادي، أخرج لنا اتحاد من سنوات طويلة، ممكن أكثر من 10 سنوات لم نشاهد الاتحاد بهذه القوة، بهذه الشراسة داخل أرض الملعب. مباراة الأمس بوجود مباراة غريبة، يعني اللي يشاهد الإحصائيات ويشاهد نتيجة المباراة في النهاية يأكد لك أنه هناك عمل. الاتحاد حضر للحسا وخرج بالأهم قبل فترة التوقف، التمسك بالصدارة، حمد الله يتصدر الهدافين رغم غياب طارق حامد. كان غالبية الاتحادين يخشون على الفريق لغياب المحور الأساسي أو الركيزة الأساسية في تشكيلة نونو سانتو اللي هو طارق حامد، لكن الفريق أمس بكل تأكيد كان شرس هجوميا، قوي دفاعيا، ترك الكرة لنادي الفتح، لكن في المحصلة النهائية الاتحاد حقق الأهم قبل فترة التوقف. جيد بوجود أنك تكون فترة التوقف عندك تقريبا 8 لاعبين حيكونوا غايبين خلال الفترة القادمة، عندك حجازي وطارق حامد موجودين مع المنتخب المصري، حمد الله مع المنتخب المغربي، إضافة إلى 5 لاعبين في الفريق الاتحادي موجودين مع المنتخب. بالرغم من ذلك الاتحاد واضح أنه استفاد من درس الموسم الماضي، وهذه النقطة الأهم. اللي يشاهد الاتحاد سواء تصريح الإدارة تصريح اللاعبين واضح أنه الاستفادة الكبرى من درس الموسم الماضي ما زالت مستمرة. أي نعم هناك 27 نقطة في أرض الملعب، 9 مباريات جميعها صعبة، لكن الأهم على الاتحادين هي المحافظة. هذا بخصوص الاتحاد اللي حققه في مباراة الأمس. الأجمل كذلك بوجود في بانوراما الرسالة السامية لكرة القدم اللي دائما احنا بنشاهدها، شاهدناها أمس من جماهير نادي الهلال ومبادلة المدرب الكبير دياز أحزانه وتقديم لوحة جميلة له، كذلك حتى لاعبين الهلال في المباراة مع كل هدف يذهبون لابن المدرب إيميليانو. يعني هي هذه كرة القدم، دائما احنا ننظر لكرة القدم انه في بعض الإشكاليات والصراعات الإعلامية والجماهيرية، لكن في رسائل جميلة دائما احنا بنشاهدها في كرة القدم اللي شاهدناها امس من الجانب الهلالي في المباراة. طيب ابو نايف، انا خليني اروح بس للقطة واحدة اللي هي لقطة الاطفال بوجود. يعني اللقطة هذه فيها كمية حب رهيبة، يعني لان جالس يصور وهو قاعد يصور زي ما يقولون يصور، جالس يصور البلنتي، هو عارف ان البلنتي بيجي، يعني فلذلك هذه مي فرحة فوز، هذه فرحة حب. فلذلك لقطة فيها كمية مشاعر، فيها كمية أحاسيس، فيها كمية شوف الطفل الصغير هذا وكمية الحب اللي فيه وكيف بيكبر والحب بيكبر معاه. ومن أجل هذول أصلا المفروض اللاعب يلعب كرة القدم، من أجل الأشخاص هذول اللي يعشقون النادي. لأجل كذا لما احنا نشوف اللقطات اللي جالس يشتغل فيها اللي هو كريس في تحفيز الجمهور، هو عارف اني انا اذا لعبت بقلب وعقل الطاقه اخذها من الجمهور هذا. الطاقه هو يبغى الطاقه هذه اللي تدفعه تدفع مجموعه اللاعبين. فلذلك انا اشوف كريس من اللاعبين اللي لديه القدره في التواصل مع الجمهور، يعني كانه ممثل كبير خلينا نقول وفي المسرح ويقدر يتفاعل مع الجمهور هذا ويدري ويحسبهم. لذلك لما هو جالس يسوي الشيء هذا والجمهور جالس يتفاعل معاه هو جالس يقدم. في بعض اللاعبين وجود تلقاه يزعل من تغيير، يزعل من شوته، يزعل من تمريره، يزعل مش عارف ايش من كذا، ما يزعل عشان الجمهور. وهنا 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 الفرق. المفروض انك انت يا لاعب تزعل لانك زعلت العشاق هذولي، تزعل لانك ما قدمت المستوى الكبير اللي موجوده، وتزعل لانك تعرف ان المشجع هذا حتى الصغير هذا لما يطلع تبي تفسد يومك كامل. هنا المفروض اللي تزعل عشانه، مو تزعل عشان تغيير ولا تزعل عشان اشياء تافهه داخل الملعب او خارج الملعب او في غرفه ملابس نتكلم. لا، لذلك لما تشوف الكوره يضيعها اللاعب بعض المرات الواحد يزعل على نفسه، المفروض اني ما قدمت الكوره واني من بكره اعاهد نفسي. هنا التواصل. في بعض اللاعبين يدخل ويطلع وقسما بالله ما حس وش الجمهور قاعد يسوي، تلقى قاعد يفكر بعد المباراة وش عنده برنامج، ما همه يعني ما عنده الإحساس هذا.
وهذا اللي لما تكلم عنه تقول انت كفايه اعذار للاعبين، هذا اللي لما تكلم عنه في فتره وفترات نقول لما نقول شبيحه اللاعبين افسدوا منظومه كره القدم كمنظومه، تلقاه قاعد يدافع عن لاعب معين. اللاعب هذا اذا ما اعطاني الاحساس هذا او الطاقه هذه او المشاعر هذه اللي الجمهور قاعد يعطيك اياها، انا ما اتوقع انه يستحق ان يلعب كره قدم. ابو حنين ايش تبي تعلق عليه بانوراما؟ والله كل بانوراما جميله صراحه، بس خلينا اول شيء نبدا في لقطه المواساه صراحه الجميله اللي بادر فيها رابطه جمهور نادي الهلال، اللي شفنا انديه صراحه بادرت كذلك في حساباتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالمواساه للكابتن رامون دياز. ضم صوتي لابو نايف صراحه، لقطه الاطفال فيها كم من الصدق، فيها كم من المشاعر، فيها كم من الحب. هذا العمر لا يملك مشاعر مزيفه، هي مشاعر تلقائيه صادقه. هذا الفيديو تحديدا اتمنى من اداره الكره في نادي النصر انها في قبل بدايه كل مباراه تعرض هذه اللقطه على اللاعبين عشان يعرفون قديش في ناس تملك هذه المشاعر الرجياشة، كيف تحب الفريق، كيف يفرحها فوز الفريق والعطاء داخل الملعب. لقطة في واحدة من اللقطات اللي جات لكريستيان والنصر كان خسران 1-0، كان يأشر الجماهير بالتحفيز ويأشر الساعة، كان يقول لهم في وقت بنفوز. هذه اللقطة أنا أعتقد درس لجميع اللاعبين اللي موجودين على أرض الملعب وتحديدا اللاعبين النصر، أنك أنت لازم تقاتل إلى آخر دقيقة. ولو نجي نشوف إحصائيات حنجد أن النصر هو الفريق تقريبا الوحيد اللي عنده عدد أكبر مباريات ينهيها في آخر الوقت. هذه يوريك أنه في عملية تركيز، في تحفيز، في روح قتالية. أعتقد اللي شفناه من هالروح، من هالدرس اللي قدمه كريستيان، من هالأطفال للرائعين، درس صراحة أكثر من رائع. لازم اللعيبة تعرف أنه في ناس تتعب بعد المباريات، مش عيب أنك تخسر، لكن العيب أنك أنت ما تعطي داخل الملعب وتعطي بروح عالية تخلي الناس تشوف قيمة اللي أنت تسويه داخل الملعب. فاصل قصير بعده نعود.